بصراحه اللي باباك عمله ده محدش في الدنيا يقدر يفهمه. ما انت لازم تقفي وتسمعيني. هتسمعني بالعافيه؟ احنا في الكليه وحوالينا زملاء. زهر هدخل وراك المدرج. جرى ايه يا علي؟ هتعملي فضيحه؟ لا بس في حاجات كتير عايز افسرها لك. اتفضل يا زهر. مش هنا يا زهر. انت فاهمه بابا غلط. بابا كان يقصده بشكل عملي انه مش ضدك وانه موافق على ارتباطي بيكي. يقوم يجي بدون سابق انذار ومن غير حتى ما يبعتك تقولي وببساطه كده يفاجئ بابا غريمه القديم ويقول له انا طالب ايد بنتك لابني باسلوب هزار، وهو بيغيظه ويكلمه عن ابنه اللي لسه هيتولد وازاي هيسميه سليم، زي ما يكون بيطلع له لسانه ويقول له بالعند فيك. والله يا زهره ما كان يقصد المعنى ده خالص صدقيني. لا يقصده. وبصراحه بقى باباك ده راجل مهرج. عيب يا زهره؟ عيب؟ واللي عمله ده مش عيب؟ كنت احبك تكون موضوعي اكتر وانت اللي تلومه مش انا. حاضر يا ستي حاضر. هلومه ما لوموش ليه؟ بس يعني انا كان نفسي ننتهز الفرصه ونكسب نقطه لصالحنا احنا الاثنين. بتقول ايه يا علي؟ انت عايزنا نتخطب فعلا؟ وليه لا؟ ناقصنا ايه؟ زي بابا ما قال لكم امبارح، ناقصنا نخلص الجامعه عشان تقدر تفتح بيت، ولا عايز سليم باشا يصرف عليك وعليا؟ عن اذنك انا عندي محاضره ولازم الحق. انت بتحبها قد ايه؟ انت تقدر تجاوب على السؤال ده اكتر مني يا بابا. انت عارف القصه كلها. البنت اليتيمه مع ان ابوها وامها موجودين، والولد اللي اتربى ببيت خالته وجوز خالته مع ان ابوه عايش، وازاي احساس الوحده واليتم جمع بينهم مع اول ضوء في الفجر طلع عليهم النهار وهم مرتبطين، محدش منهم يقدر يبعد عن التاني. يبقى ترمي كل حاجه ورا ظهرك، ما تفكرش غير في نفسك وفيها، وما تزعلش من الكلمه اللي قلتها لك. موقف كله اتعقد يا بابا وتفهم غلط. زهرة عندها حق، انا كنت بهرج. يعني ايه؟ ما كنتش بتطلبها جد من العمده؟ لا طبعا، في دي انا كنت جد فعلا، بس الغرض الاساسي من الزياره كان مكايده سليمان غانم. معلش يا علي، ما هي دي احد عيوب ابوك الكتير، ساعات بتصرف زي العيال. ساعات؟ قليل الادب. الله يخرب عليك يا علي، ضحكتني مع اني في حاله نفسيه زي الزفت. ولا يهمك يعني، اذا كان على موضوع زهره. لا على موضوع زهره ده انا مصمم حله قبل ما اسافر. المهم انا جاي من الجوازات، ما رضوش يدوني تاشيره الخروج. ليه؟ ما اعرفش، ما قالوش اسباب. جايز بيعتبروني راجعي او من بتوع الثوره المضاده. مش هي دي التهمه اللي رافعينها اصحابك في وش اي حد اليومين دول؟ اصحابي؟ ايوه، اللي انت هيمان فيهم وقعدت تطنطن بشعراتهم. هو عادل قال لك ايه بالظبط؟ يا ما تعمليش زي ستيفان روستي كده، عادل ما قاليش حاجه. هو انت بتكتب في السر؟ ما انت قاعد تدافع عن اللي سرقوا ابوك وشردوه. تحب نتكلم بشكل موضوعي؟ انا ما عنديش استعداد اخسرك، وكمان ما عنديش وقت. انا عايز اروح دلوقتي اشوف حل في حكايه تاشيره الخروج دي، وانت تاخد لي ميعاد مع زهره، ويستحسن تكون النهارده. يلا بقى روح شوف محاضراتك. حاضر، هبقى اكلمك في البيت لما ترجع. السلام عليكم. الورشة يا مصباح. سيبها عليا يا باشا واطمن. تفتكر هتقدر تعمل حاجة قبل الفتح بيه؟ جرى يا باشا؟ أنا سبت الخدمة بصحيح، لكن كل اللي في الداخلية ولادي تلاميذي، وأي حد فيهم يتمنى إني أشاور له على طلب. طيب أرجوك اعمل المحاولة دي وبسرعة، أنا عندي مصلحة في باريس لازم ألحقها. دلوقتي حالا. عن إذنك يا عصام. لا بالسلامة أنت يا عبد. عبد؟ مع السلامة عبد الفتاح باشا. ايه حكاية عبد دي يا عاصم؟ الراجل برضه له ماضيه. ماضيه اسود. ومع ذلك أنا مش بعاقبه عليه. أنا بحاول أفكه شوية عشان يخرج من جلد وكيل الداخلية ويتصرف زي أي راجل عادي. العمال هنا وارمين منه. يعملهم زي ما يكونوا المساجين السياسيين في السجن الخصوصي بتاعه. ما علينا، ايه حكايه التاشيره دي؟ لا ما سمعت. غريبه، امال البرنسيسة نورهان لما جت ترجع على باريس خدتها ازاي؟ ما خدتهاش، نورهان معاها جنسيه فرنساوي. دي ما صدقت بقى وقلعت التوب اول ما مشيت من مصر. طب وانت ما عملت زيها ليه؟ يا عصام انا مش من اصل تركي،
ولا انا امير من العيله المالكه. انا مصري زيك واكتر منك كمان. مفيش مصري كامل ومصري نص نص يا صاحب السعاده. المصري مصري وبس. في مصري طلع من جواك دلوقتي في لحظه غصب عنك وانت بتبعد البوليس عني ولولا الغشاوه. سليم رحت فين؟ حاله كده بتجيني كل شويه ترجعني للماضي اعيش فيه. على فكره يا عاصم انت زينا ما تختلفش عنا كتير. احنا اتنفينا بره وانت منفي جوه. استهدى بالله وقعد كده يا عمده. لا اله الا الله. انا خلاص بقيت زي الحصان ومش طايق القعده. طب استنى لما بهرزه لمليجي يرجعوا من البلد عشان ينزلوا معايا. يا سلام. ليه؟ هيونسوني ولا هيحوشوا العفاريت عني؟ لا يسندوك. يمكن لا قدر الله يحصل لك حاجه كده ولا كده. ما تفسريش في وشي يا وليه. سمعني خلاص بقيت زي الاول واحسن. لازم افوق له واحاسبه. يا دي سليم البدري. سليم مين يا بنت المرزوقي؟ مش هو اللي جالك ليله امبارح ونبهك لحكايه الجواز؟ ايوه قولي كده بقى. انت مش خايفه عليا وعلى صحتي؟ لا ده انت خايفه اروح اتجوز. ايوه خايفه. ده انت قعدت طول الليل تتنطط زي اليويو وتحلف ايمانات انك لازم تتجوز عشان تبين له انك قصبه منه وبدل العيل اللي هيجيبه تجيب انت اتنين. لا اله الا الله. يا وليه دي ساعه غيظ وراحت لحالها. كما ان الرجاله لما بيكبروا عقلهم بيخيف. يا مثبت العقل والدنيا يا رب. يا وليه يا مخلوله. انت فاهم ان انا هروح اتجوز اول واحده اقابلها في الشارع؟ ثم ايه حكايه الرجاله لما بيكبروا دي؟ ايه شايفاني بخرف ولا باكل بلوزه؟ وصيفه يظهر انك مش هترتجعي غير لما ارقعك علقه من بتوع زمان ترم عظمك وترجع لك نافوخك. طب مد ايدك كده عليا يا سليمان وشوف بقى مين اللي هتعود لك في مصر. اخزي الشيطان يا وصيفه. ما تزعيش في وش السعادي. طب قول لي انت رايح فين؟ رايح اقابل شريكي النصاب الحرامي بسه. طب ما هو هتقول له ايه؟ ايوه هتساليني هقول له ايه ورايح له ليه؟ انا رايح له وصيفه اتفاهم معاه بالحسنى يمكن اقدر ارجع شويه من مالي اللي اتنهب. تاني يا سليمان؟ وتالت ورابع وعاشر. يا عالم يا افهموها بقى. يوه ما انا مش ممكن افضل واقف ساكت يضربوني ويشنكلوني ويكفوني على وشي وبعدين اقوم وانفض هدومي واسكت ساكت. لا 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 مش ممكن اسيبهم لغايه ما اخسر واتحسر واروح فيها. لا لازم افضل ورا حقي وطاري لحد اخر يوم في عمري. ما انت فضلت تقول كده على سليم البدري. عملت ايه؟ ايه ما انت شفتيه يا وليه جه برجليه لحد هنا عشان يخطب بنتي لابنه. طب يا اخويا مبروك عليك اهو كده خدت طارك تمام. ايوه ما هو صعب عليك تفهميها. صعب ان مخك النور دي ساعها يا وصيفه. طب يا اخويا فهمها لي ينوبك ثواب فيا. هقول لك لو فهمتيها تبقي ريحت نفسك وريحتيني. ما فهمتيهاش اكتمي غباوتك جواكي لحد ما الزمن يوريها لك على عينك. علي يا وصيفه علي ابن سليم البدري هو ده اللي هيكوش على كله. علي السهون الحويط الناعم هو اللي هياكل كله في الاخر. هياخد اللي حد ابوه وبعدها يتضير على اخوه لو طال حاجه من امه وياخدها. علي ده لو اتجوزته بنتي زهره المتعلمه المتنوره يبقى كل اللي خده سليم البدري من مالي ومال ابوه يرجع لي وفي طبق ساكسونيا مليان مهلبيه. فهمت يا ربة الصون والعفاف؟ ياه كل دي لفه ومن حده نفس يلفها معاك يا ابو زهره. ريحي روحك. ما طلبتش منك ولا من حد حاجه. اني اللي هلفها وهلفها لوحدي زي ما عملت طول عمري. حظي ونصيبي طول عمري كان نفسي الاقي نفر واحد نفر يفهمني ويفهم اللي في دماغي ويساعدني عليه. نفر اتركن عليه واقول له احمي ظهري واني مضير وشي ووشي في وش عدويني. ودورت على النفر دي في كل حد حواليا فيكي وفي اخوكي وهدان وفي المحامي شفيق وفي توفيق السيد الله يرحمه. واتجوزت بنت السرح دار وحطيت ايدي في ايد بس الحرام النصاب الكل خليه بيا ورجلي جت في الهوا.
واللي ما ضربنيش في ظهري ما ضربنيش لأنه كان خايب زيي، حتى اللي من صلبي بدل ما ينفعوني ضروني. الولدين يا وصيفة، الولدين اللي طلعت بيهم من جوازي منك، الأولاني رمى نفسه في التهلكة وعمل لي فيها شهيد، والتاني طول بعرض فل يسد عين الشمس، عمل لي فيها ابن ليل وعصبجي ولما حواليه منصر، وكله راح ما فضلش غير البنت. البنت يا وصيفة صخرة، البنت اللي اتيتمت وانا وامها موجودين، اللي اتربت على الهم والغم والأذية، اللي اتربت في الملاجئ وبيوت الأغراب، اللي ما شافتش يوم واحد حلو. البنت دي زهرة هي اللي هتوصلني لغرضي. ولما هي الحكاية كده زعلت ليه وكلمت سليم البدري ناشف؟ عشان أغليها في نظرهم يا ولية، عشان مرخصهاش، أغليها عزيزة في عينيهم، بكرة يحفوا يدوروا عليها يجوا مرة تانية وتالتة يطلبوا ودها، وساعتها ولما وافق أحط رجل على رجل واتشرة تاني بقى. يبقى خلاص سيبك من اللي اسمه بسه دي، منه لله، وخليك في المهم. كله مهم، كل مكان ليا فيه طار مهم، وكل بني ادم ليا عنده حق مهم لحد اخر يوم في عمري. الحالة يا باشر، اعمل معروف، اعمل معروف، خبيه، ربنا يتوبيه، ربنا يخليك، شوف لنا متوى هذا. ايه في الباب يا باشر؟ هيكونوا جايين وراني. لا ما بظنش يا هلا مهروس، ده احنا متهيئين بس من الخوف يا هلا. درا ايه؟ درا على انت اهو، انتوا جايين من ايه؟ وداخلين كده ليه؟ ورجعتوا من البلد امتى؟ ومين اللي وراكوا؟ وعايزين نقفل الباب ليه؟ ايه بكلم نفسي؟ ما تنطع يا طول انت وهو. العفو بالسماح يا باش. عليم الله غصب عننا يا باش. ايه يا هلا؟ اقسم بالله اطحكم واسيح دمكم. اصلينا ما سافرناش بلد من اصله يا باشا. ايه يا باشا؟ البه زاهر حجزنا في اكانطه في الباب الحديد. وتاريخ النبي علنية. ايوه، وهددنا لو قلنا لك اي حاجه او بلغناك باي حاجه هيطاويني. قمنا طوعنا وحرقنا الوكاله بتاعت بسي والكاميونات. الله اكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عملوها في نص الليل، وعلى الناس ما حسوا بيها وبلغوا المطافي، والبوليس جه صحاني، جيت أجري على ملا وشي الفجرية، بقيت زي ما أنت شايف كده كنفح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسكين أخويا بس بضاعة بعشرين ألف جنيه واتنين كاميون خمس. الله يعوض عليك، اللي يجي في الريش بقشيش. بقشيش ايه خمس؟ بقشيش ايه؟ ده لحم ودمي، شقع عمري. مش كله يا حج، مش كله. الكاميونات ولسه فاضل فيها ثلاثة، وبدل الوكالة عندك الفلوس اللي كنت بتاخدها من حساب العمدة وتحطها في حسابك في البنك، غير الشركة الجديدة اللي أنت عاملها باسم الست السبعوية. ايه خمس؟ أنت جاي توسيني ولا بتقر عليا؟ هو أنا ناقص؟ بهون عليك، بقول لك قدر ولطف، وما دام اللي فاضل اكتر قادر تعوض. ايوه يا حاج بس. ايوه بيه. لسه برضه ما قررتش مين بينك وبينه عداوه هتدفعها من احرق لك وكالتك؟ الله اعلم يا بيه، الظلم حرام. عموما يا حاج احنا لسه ما قررناش ان كان الحريق بفعل فاعل ولا لا. اول ما يوصل تقرير المعمل الجنائي هنبقى نستدعيك عشان نستكمل التحقيق. تحت امرك يا بيه، مع الف سلامه. مع سلامة الله يا بيه، ألف سلامة. أنا استعوضت حقي عند الله يا بيه. إيه ده؟ ما قلتلهمش ليه إن العمدة وابنه ورجالتهم هم اللي حرقوا الوكالة؟ ولما يجيبوهم يسألوهم وينكروا، يبقى إزاي الحال يا نبيه؟ الله، مش أنت قلتلي إن اتبعوا السواق اللي كانوا نايمين في الأوضة اللي في ظهر الوكالة، صحيوا وشافوهم وجري وراهم كمان؟ أيوه، بس أنا نبهت عليهم ما يجيبوش سيرة للبوليس. عجايب، ليه؟ الواد ابن سليمان شيخ منصب، وابن ليل وله عصابة. واداني انذار، بس انا اللي استهيفته وما خدتش كلامه جد. وانت شفته امتى؟ جالي من ليلتين وقال لي ان ما كنتش ارد لابوه رسماله كله على داير الملين هيستقصدني بقى ويجيبني على الحديده.
النهاردة بعد المصيبة ما حصلت طلبنا على التليفون في قهوة القرش، وقال لي إن دي يا دوب قراية فاتحة، وإن الكتاب والدخلة لسه جايين بقى لو ما لايمتهاش ونفذت المطلوب. تصور يا خمس، بيكلمني بالسيم وبيتمهزق بيا، لكن والله ما انا فايدها له. وانت في ايدك ايه تعمله؟ بكره تشوف. وواقف يا بسه، حاطط ايدك على خدك وساكت يا بسه، مش مالك يا سبعي؟ مش شقاك؟ وانا اعمل ايه يا سبعوية؟ تعمل كل حاجه يا اخويا، وان ما عملتش انت انا اللي هعمل. ايوه انا متكل على الله عليك يا مراتي يا شريكتي، ما هو مالك برضه. طيب هتشوف قدام الناس دي كلها على يدك يا سي خميس، اشهدكم كلكم ما بقاش السبعويه بنت سكينه السواسيه ان ما خليت الراجل ده هو وابنه ورجالته يلبسوا طرح ويدوروا يشحطوا بيها قدام الحسين. ربنا يخليك يا مراتي يا حبيبتي يا شريكتي. يا فرحتي بيكم، أنا فرحتي بيكم ما تتقدرش. أي والله رجعتولي شبابي، فكرتولي باللذي مضى، فكرتولي بأيام مصنع البدري واللي عملوا معلمكم اللي ما يتغيرش عنكم، شيخ الغافر اللي بقى عمدة اللي مقريكم ومحفظكم نسيبي وحبيبي حبيبي وأهدم بيه المرزوقي. واحنا مالنا يا باشا؟ احنا كنا عبد المأمور، ما كناش نقدر نعصى امر للبيه زاهر يا باشا. بص بص اسكت ساكت منك، لو اسكت مش عايز اسمع حس بهم منكم. يا باشا ما تقولش علينا كده يا باشا. اهدي ايه ايه امال اقول عنكم ايه واقول لكم ايه يا طلة البدر في تمامه، يا هنا اللي عمره ما تهنى، يا منبع الفصاحة والنباهة والزكاوة. قال ايه؟ ما نقدرش نعصى امر للبيه زاهر يا حمار. انت وهو، انتوا بتشتغلوا عند البيه زاهر ولا عندي؟ بتسمعوا كلامه ولا كلامي؟ وانت ايه وزاهر بيه ايه يا باشا؟ انا ابوه يا متخلف، ابوه يعني انا اللي امشيه وامشيكم وامشي بلدكم كلها، انا اللي اقول ويتسمع كلامي، انا ما حدش يتصرف من غير اذني. معلش يا باشا حكيم، احنا فهمنا اللي ودانا للسكه دي. ايوه قلت الكلام الصح، فهمكم وانتو حاكم فهمكم حلو قوي. طب قول لي بقى يا ابو النصاحه، البيه التالت فين؟ الحمار زاهر عملت اللي عمره ما قدر يعمله يا خال، طول عمر ابويا ياكل الهدر ويقوم ويحاول ياخد بطاره بزكاوته، وزكاوته ما تكفيش، كان لازم من اولها يوريهم العين الحمراء ويضربهم ويوجعهم عشان يهابوه ويعملوا له حساب. من هنا ورايح انا هعمل اللي ما بيعملوش، ويبقى دماغه هو ودراعاني، ويبقى يستجري اياته هنفر ياكل علينا مليم ولا يدوس لنا على ظل. ايوه يا زاهر، بس دي سكه واعره يا ابني، سواء كانت بالدراع ولا بالدماغ. وعاك تظن ان اللي جرى لابوك مش هيجرالك لانك واخدها عافيه ودراع؟ لا. اسمع يا زاهر، انت زي ابني وهتبقى جوز بنتي، يعني مصلحتك تهمني وواجب عليا انصحك. اللي ودر ابوك الباشا مش انه عملها بدماغه، لا، اللي ودره حكايه الطار اللي فضل يجري وراها بالمشوار وتنه يخانق خيال سليم البدري. ودي سكه يا ابني ما وراهاش فايده، سكة مدحضرة لو جريت عليها هتشدك وتزحلقك لحد ما تكفيك على وشك، سكة لازم تحوش نفسك عنها. ايوه يا زاهر، لازم تفرمل رجليك عنها. وقدامك ابوك اللي حصل له، ضيع ماله فيها ووقع وانكفى بدل المرة اتنين وتلاتة، وده اللي هيحصل لك لو ما توعصتش وتراجعت. حيلك يا خال، ده كلام العزم المرخرخ والايدين المرعوشه. يا ابني انا خايف عليك. ما تخافش عليا، انا اللي جه دوري عشان اخوف اللي مستوطين حتي وحت ابويا، وديتها يوم ولا يومين وتشوف مال ابويا اللي كانوا عليه بسه هيرجع ولا لا.
يرضيك، يرضيك جوزي يتعمل فيه كده، ومالي ومالي واتحرق. يا سلام، انا خلاص ماليش رجاله ابدا، ويحق لي اقول ان مقطوعه من سجره. حاضر، ده انا هستنى تليفونك ده زي هلال العيد. ايوه، مع الف سلامه. ها الحقيني بالاخبار. اطمن يا سابعي، هيعمل اتصالاته ويرد عليا. لكن تفتكري انه يعني هيقدر؟ انت بتقول ايه يا بسبوسه؟ لما عزه تمنيه ما يقدرش، مين اللي هيقدر؟ انا حصلي ربنا كل يوم واتشكر له اللي بعتك ليا يا مراتي، يا عماره سعدي وسعد اللي خلفوني. ما تنشفيش دماغك بقى وتسوقي فيها. انا رغم الكلمه البايخه اللي انت قلتها لي الصبح جيت لك، قلت لك سيبني يومين اروق فيهم علشان ما نتخانقش تاني يا علي. هنتخانق ليه بس؟ بس هو مش انا اللي هتناقش معاكي، بابا هو اللي عايز يقعد معاكي قبل ما يسافر. ورانديفو سليم باشا البدر فين بقى ان شاء الله؟ في حديقه الاسماك ولا في جنينه الاورمان؟ بابا شاف ان ده انسب مكان وانا وافقت، مع انه يعني بالنسبه لي مش مكان محايد. بابا علي متشكرين قوي، انت عملت اللي عليك وجمعتنا سوا. ممكن بقى تنزل تتمشى في الجنينه شويه؟ انت ده انا بقيت عزول بقى. ماشي. زهره خدي بالك، الباشا ده دون جوان قديم وجاذبيته بتزيد كل ما بيكبر في السن. طبعا اسنكم. انا عارف يا زهره ان الصوره اللي ليا في دماغك ما هي الصوره حلوه قوي، ذكريات طفولتك ما فيهاش حاجة في صفي. فعلاً يا سليم باشا، أنا مش ممكن أنسى أبداً إن أنت اللي خليت أمي في يوم من الأيام تتخلى عني وترميني في الملجأ. هو مش هيبطل حركاته دي أبداً؟ عامل لي رسول غرام بين ابن عليا وزهرة؟ لا، وجايبهم للحد هنا عشان يفرجني بعينيا ابن ضرتي وهو بيرمي شباكه حوالين بنتي. ده أخويا يا ماما. طبعاً، ما هو كان عقلك من ساعة ما رحت معاه رحلة مرسى مطروح. ناعم زي التعبان. طبعا ما هو مش جايبه من بره. هو ابن مين؟ احنا مش هندفن الماضي بقى ونعيش للمستقبل. انا ما اقدرش ابرئ نفسي من اللي عملته. انا اخطات كتير واسات لناس كتير، منهم انت يا زهره. عمري ما نظرت لك كطفله، كانت دايما نظرتي ليكي مجرد كيان حطه سليمان غانم في بيتي ينغص بيه عليا عيشتي، يخزق عينيا، يفكرني دايما انه اقتحم حياتي وهزمني جوه بيتي. تحملت انت نتيجه كراهيه مركيز ذنبي فيها وعداوه انت ما عملتهاش، بس هي الدنيا كده زي ما بيقولوا، الناس بتدفع ديون ناس. انا ماليش عذر، انت من حقك تكرهيني فعلا يا زهرة. أكرهك؟ أنا متهيألي ما بعرفش أكره يا سليم باشا، مش شطارة ولا مثالية، لا. أحياناً البني آدم لازم يعرف يكره عشان يقدر يحمي نفسه، عشان يكمل. أيوة، الحب لوحده ضعف والكره لوحده شر، لازم الاتنين مع بعض. وأنا ناقصني أعرف أكره، ولو كنت قدرت أكرهك كنتش قدرت ابدا احب ابنك. تبقى حسنتيها يا زهره، وفرت عليها كلام كتير قوي كنت عايزه اقوله لك. يعني ايه يا باشا؟ مش فاهم. يعني انت وعلي وبس، مالكوش دعوه بينا، ما تخلوش اللي بينا ده يشدكم ناحيتنا. بالعكس يا زهره، لازم تبعدوا على الاخر، وانا هساعدكم. انا امبارح لما رحت لباباكي عشان اطلب ايدك كان قصدي كده، كنت عايز افصلكم عننا، انت فاهماني ولا لا؟ بصراحة صعبة شوية يا باشا. أنا التأشيرة بتاعتي هتطلع بكرة، وفي الغالب هسافر بكرة برضو، يعني مش هبقى موجود. أنا عارف إن باباكي ما بيكرهش علي. أنا كنت نفسي إن أنا أربطكم مع بعض بدبلة وأسيبكم تنطلقوا، يبقى اديت لكم التصريح الشكري، ما تخافوش بعد كده من حد. حقيقي ده تفكيرك يا باشا. Ha ha ha!
يا ترى ايه السؤال اللي بيضحكك قوي كده؟ ابدا يا زهرة، اصل انا سألته لنفسي قبل منك. انا ساعات كده استغرب نفسي قوي لما افاجئ نفسي لاني بقول كلام زي ده. يعني ايه يا باشا؟ كلامك ده مش حقيقي؟ بالعكس يا زهرة، انا عمري ما قلت كلام حقيقي زي الوقت. مسافر بكرة صحيح يا سلام؟ ايوه نازك، اذا خلصت التأشيرة. طب وايه وجه الضرورة انك تسافر بسرعة كده؟ مراتي مستنياني، في الظروف دي لازم اكون جنبها، اصلها حامل. ايه؟ انا اتفاجئت زي كده بالظبط. عالسلامة يا سليم. يبقى خلي بالك من ماما يا عادل. حاضر يا بابا. ما تخليهاش تورط نفسها وتغلط نفس الغلطة اللي غلطتها قبل كده. انا مش هسمح لحد انه إيه؟ انتوا فاكريني ايه؟ عيالة صغيرة ولا مجنونة؟ ولا كلش عايز تحجر عليا تاني يا سليم؟ نازك مفيش داعي لانها زيارة دي بخناقة. طب يا باشا استاذن، انا وبكره ان شاء الله هاجي عشان اوصلك النهارده. استنى اعلى، انا عايزك. انا كمان اتاخرت ولازم اروح بعد اذنكم. طبعا ما انا عارفه انك كنت جايه عشان الاستاذ وابوه، لكن انا ما فكرتش فيا نهائي. بس يكون في علمكم بقى، انا فاهمه كل اللي بيعمله سليم البدري، بيلمكم كلكم حواليه مش بس في وجوده. لا، وبعد ما يسافر كمان سايبكم في ايدين ابن عليا. معلش يا علي، خد زهره واستنوني في العربيه، انا هحصلكوا على طول. نوصل زهره الاول وبعدين نطلع على شقه الحلميه ندردش شويه، ما دمنا مش عارفين نتكلم هنا. يلا. حاضر بابا، اتفضل يا زهره. استني يا زهره، بلغي باباك انك هترجعي تعيشي معايا هنا. افندم بلغيه وقولي له رايك. ماما نفسها اتفتحت للخناق. يلا حبيبي يلا. استنى، اجتماع الحلميه ده مغلق ولا ممكن احضر؟ انا كنت عايز اقول لك يا عادل، لكن لقيت ماما متنشنه على الاخر قلت بلاش. لا انا حاجه، مش هتاخر. يلا اتفضلوا. خدي هدنه يا ناظر. اسمع يا سليم، احنا مفيش بينا اي حاجه تديك الحق انك توجه لي نصايح وارشادات. وفرها لنفسك، انت اللي محتاج لها دلوقتي وانت صايع مع برنسستك الضيعة في شوارع باريس. ايوه كده، هلي قولي. ما عادش في بينا لزوم للكلام، ولا انا محتاجة اتكلم معاك خالص. بس انا برضو مش همشي قبل ما اقولك كلمتين يا نازي. ان شاء الله بس ما يبقوش 10. بحكم 10 سنين طويلة بينا وابني كبر وبقى راجل، انا لسه برضو مسؤول عنك، ومش هتخلى عن المسؤولية دي حتى لو كنت برا. وانا مش محتاجة. اي تصرف يسيء لوضعك كأم العادل زي جوازتك اللي فاتت دي هتدخل يا نازك، وهمنعك بكل وسيلة. شوف يا سليم، لو انا قررت في اي لحظة اعمل اي حاجة، لا انت ولا 10 زيك معاك هيقدروا يمنعوني. احنا مش هنتخانق ولا نهدد بعض يا نازك، انا عايزك بس حكمي عقلك، حطه قدام عينيك حاجتين: كرامتك كست ومشاعر ابنك. طول ما انت شايفه دول اعملي اللي انت عايزاه. خلاص خلصوا الكلمتين، ولادك زمانهم قلقوا في العربيه. انا ماشي يا نازك، ولو اني كنت احب اننا نفترق بطريقه متحضره، لان رغم كل شيء انا مش بكرهك. ايه احكي الحكايه اللي حكيتيها دي تاني كده. زي ما قلت لك يا بابا، بس انا طبعا مش موافقه، انا مرتاحش غير معاك ومع عمتي وصيفه. يخليكي لينا يا نظري، بس برضو مهما كان دي امك. امك ده يا وصيفه؟ ما تستني انت، الحكايه دي غريبه، انا نفسي افهم يعني ايه اللي جد عشان محبتك تنزل فجاه كده في قلب نازك. فيه ايه؟ حصل ايه في الدنيا يعني؟ مش يمكن ربنا هداهي وقالت في عقلي بالهي الم ولادي حواليا؟ يا وليه اسكت انت، مالكيش دعوه. الله، بتشوشري على افكاري وضايعيني في دماغي. الحكايه ببساطه ان دي نزوه طرقت لها وهتفوق منها قبل 24 ساعه. ايه يا اختي؟
نزوة ايه اللي طربقت لها دي؟ يعني دي مش رغبتها الحقيقية يا بابا. نازك هانم ما بتتغيرش وصعب قوي انها تتغير. هي بس ممكن تشبط في حاجة تعاند بيها حد او تحقق بيها غرض وخلاص. اسم الله عليكي ينور عليك. بنت سليمان غانم صحيح. هي دي نازك السلاح دار. بس خلاص. أنا جات لي دلوقتي في دماغي فكرة. فكرة إيه يا بابا؟ ربنا يستر. أهو ما يسرحش كده وتيجي في دماغه الفكرة اللي ما تبقى وراها خيبات إيلي. خيبة عليكي وعلى منظرك يا عاصف. وبعدين مش عايز كلام. أنا دلوقتي بفكر. ولما الفكرة تعتق في نافوخي هندهلكم وأقول لكم. خلوني دلوقتي في المصيبة اللي عملها الواد زاهر وجوز الخيل اللي معاه. يلا دلوقتي وبعدين نبقى نتكلم. يلا تعالي معايا يا عمتي وسيبي بابا يفكر. ايه انا دلوقتي افكر في الحكايه بتاع الواد زاهر دي اهم. بعد كده ابقى افكر في نازك. في نزاكة. الله 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 الله. ايه في ايامك يا نزاكة. حق نزاكة. ايه دي يا راجل يا ابو زاهر تجننت ولا ايه؟ عجزت وتخرف؟ نزكت ايه وده وقته؟ وصيفه يا وصيفه. ايوه يا ابو زاهر. بقول ايه يا ست ام زاهر؟ انت اتلككتي اول ما زهقت مشيتي. انا جعان. ما تسخني لنا شويه صفر وحبه رز عشان نقعد نتعشى سوا ونتهنى. حاضر يا سلامونتي. سلامونتي. والله الولية برضو دمها يعني زي السم. انما هنعمل ايه؟ ما افتكرش المرة دي هقدر ارجع قريب. ومين عارف يمكن تمر سنين طويلة ويمكن توفيق البدري مات وزمن الاخبار المفاجأة وسطور ابنائي حل. بابا انت جايبنا تقول لنا الكلمتين دول؟ كل شيء وارد ولازم تعودوا نفسكم على كده. على فكرة انتوا عندكم فرصة ذهبية انكم تعتمدوا على نفسكم وتاخدوا مسؤولية قراركم. انا متأكد انكم مش هتتأثروا بالحياة الملخبطة اللي تسببت لكم فيها. هتعدوها وتعملوا حياتكم بنفسكم. في طلب واحد نفسي تنفذوه انتوا الاثنين. اوعوا تتخانقوا مع بعض عشان الفلوس. واوعوا تبعدوا عن بعض يا علي. أنا عارف أنا عمري ما كنت أب مثالي بالنسبة لأي واحد فيكم. عشان كده لازم تعوضوا ده. لازم كل واحد منكم يبقى أخ مثالي بالنسبة لأخوه. جرايا يا باشا، أنت مش ناوي تشوفنا تاني ولا إيه؟ المسألة مش حكاية ناوي ولا لأ، المسألة هقدر ولا لأ. أنا عندي دلوقتي ميعاد مع عبد الفتاح سلطان. المفروض يجي يقول لي آخر أخبار التأشيرة إيه. يعني أنا مش حر لكن أنتوا أحرار، هو ده الفرق. لكن بره بتبقى حر؟ بره مهما كنت حر انت اسير غربتك. دايما حريتك ناقصه. المهم تبقى حر هنا في بلدك. لو سمحت افتح الباب. مساء الخير يا عم دي. اهلا فندم. يا ترى سعاده الباشا؟ اهلا يا عبد الفتاح. ايه اخبار الناس؟ كله تمام يا باشا. التاشيره هتكون جاهزه بكره. بس قبل ما تروح الجوازات في مشوار صغير لازم تروح. مشوار لحد فين يعني؟ كنت منتظر تزورني من نفسك يا سيد سليم. الحقيقة يا باشا قضية ابني كانت واخدة وقتي كله. معلش أنا فاهم، اتفضل. المهم إن إحنا جات لنا تقارير من باريس عن نشاطك هناك وعن نشاط إيه يا فندم؟ أنا ماليش أي أنشطة. نشاطي كله منحصر في شغل هناك. أنا عندي مشروع صغير مشارك فيه واحد طلياني وواحد فرنساوي وواحد مغربي. وكل وقت والتاني كده بمارس خبرتي في التحف القديمة. احنا ما اتهمناكش بحاجة عشان تنزعج وتدافع عن نفسك. بس ساعتك بتقول أنشطة وكده. صلتك بالناس يا أخي، صداقاتك، علاقاتك مع المصريين والعرب اللي في فرنسا. علاقات عادية ما فيهاش أي حاجة. أكمل كلام يا سيد سليم. أوكي، اتفضل. في فرصة إن أنت تخدم مصر وأنت بره، وده اللي احنا عايزينه منك. أنا تحت أمركم، بس إزاي؟ تفضل على اتصال بينا.
مش فاهم برضه ازاي لينا ناس هناك هيتصلوا بيك ويفهموك المطلوب منك بالظبط. تصور سليم باشا البدري، ابن اسماعيل باشا البدري، انتهي بيه المطاف انه يبقى مخبر جاسوس. وقلت له ايه؟ اقول له ايه يا عاصم؟ اذا كانت التاشيره مستنيه تلفون منه للجوازات كنت لازم اظهر الموافقه لغايه بركب الطياره. على رايك حاجه تحير، انا نفسي مش عارف ارتبها في دماغي ابدا. عبد الناصر بينه وبين الجماهير خيط سحري، الاثنين مظبوطين على موجه واحده. ايه لازمه بقى الاجراءات البوليسيه دي؟ لابد منها لحمايه المنجزات ضد الثوره المضاده. اتفضل يا سيدي. سامع؟ على فكره يا علي انت لازم تجي لي ونقعد ونتكلم كتير، في حاجات كتير مش مترتبه في دماغك. صح، سيبه يا خاله، ده مش ناقص دماغه مهروشه من زمان وما عادش فيها مطرح. على الاقل انا شعري فضل فوق دماغي، مش هيقوليش بالمكنه زلبطه. هتوحشوني يا ولاد البدري. عاصم ضيف المطار النهارده وانا بحل محله، ومن سلطتي اقدرك واوقع الجزء عليك. ليه بس يا فندم؟ ده انا كل اللي اتاخرتهم 10 دقايق. مرات لسطى شاهين الراجل اللي فضل عليا مغرقني جت تستنجد بيا، جوزها ما رجعش البيت من امبارح. ده ادعى انك تعاقب. مش شاهين ده الولد المشاغب اللي في مصنع الحلميه؟ ازاي يبقى لك صله بولد شيوعي متطرف بالشكل ده؟ اكيد اتعديت منه وبكده تبقى جرثومه في المصنع ويتخاف على بيت العمال منك. يا استاذ عبد الفتاح، انا مش استاذ، انا اللواء عبد الفتاح سلطان. يا حضره اللواء، علاقتي باللسطى شاهين ملهاش دعوه بمعتقداته السياسيه. انا كل العلاقه اللي بيني وبينه علاقه اخويه وصداقه. الراجل وقف جنبي في محنتي وشالني ببيته ودور لي على شغل. اساليب التجنيد اياها، وواضح انها نجحت معاك. اتفضل سلم عهدتك للحاج شعبان ومر على صراف خد حسابك ومع السلامه. ازاي يا حضره اللواء؟ عشان ايه ده كله؟ ده قرار نهائي ما فيهوش فصال. لا بقى، مش حضرتك اللي مشغلني ولا حضرتك اللي ممكن تفصلني. بتقول ايه يا ولد؟ مالك يا عبد الفتاح بيه؟ بتزعق كده ليه؟ ايه اللي جايبك هنا يا طه؟ الحقني يا عاصم بيه، ليه وليه طلعت للست شوقيه جماعه لسطى شاهين لما جت تستنجد بيا وتسالني عليه؟ لقيت عبد الفتاح بيه مستدعيني وبيفصلني. يفصلك؟ معقوله يا عبد الفتاح بيه؟ الولد ده ليه ميول يساريه هدامه، وبقاؤه في المصنع هيعرض باقي العمال لخطر العدوى. انا شايف انت تشوف اللي تشوفه سواء حقيقه ولا منام، لكن مش من حقك انك تفصل حد. انا عارف انت متعاطف معاه ليه يا استاذ عاصم. انا بقى ما تلعبش اللعبه دي معايا يا فتاح، وما تنساش انك انت بتشتغل هنا تحت رئاستي، انا المدير المسؤول، وما تنساش ان انا مساهم اساسي في المصنع. دي حسبه تتسوى مع الارباح اخر السنه، ملهاش دعوه بالاداره. وارجوك ما تجبرنيش اقولك الكلام ده تاني. انا حذرتك وبحذرك، سياستك دي هتخرب المصنع، وانا في اول اجتماع للجمعيه العموميه حسير المساله دي. ماله شاهين يا طاهر؟ مسكوه مسكوه يا اسطى زكريا، والدور عليك وعليا. ايه ده ايه ده يا طاهر؟ لو كان في نيتهم يمسكونا كانوا مسكونا. بعدين احنا ما عملناش حاجه. وهو شاهين كان عمل ايه؟ شاهين له ملف عندهم وسبق مسكوه قبل كده كذا مره، يعني له نشاط سياسي زي ما انت عارف. لكن احنا بتوع اتحاد اشتراكي، يعني بتوع عبد الناصر، هيمسكونا ليه؟ انت مطمن يا استاذ زكريا؟ مطمن وحاطط في بطني بطيخه صيفي وهتمم فرحي في ميعاده. ولا يهمك. سامع ابو عمر؟ ايه ماشي يا زكريا. اه ماشي، بس بقول لك ايه، عايز ااكد عليك الاول، قمر لازم تحضر الفرح، اقل ما فيها تبقى مع فاتن وتسليها. فرح؟ لزومه ايه الفرح يا زكريا؟ لا هي اول جوازه بالنسبه لك ولا بالنسبه للعروسه. انا فاهم الظروف يا حاج، فاهم الظروف كويس قوي، وعارف ان الفرح ما كانش له لزوم، والست سماسم ربنا يرد غيبتها وشاهين ممسوك. بس اعمل ايه بقى؟ الحاج ابو شعيشع واصلاح عايزين يفرحوا، وانا مش عايز اكسر بخاطرهم. كفايه
كده النهارده وخلي شويه لبكره. جرى ايه يابا؟ جيراني وفرحانين بيا، قول لهم بلاش. ايوه يا بنتي، بس انا خايف لزكريا يجي، وانت عارفه انه ما يحبش الهيصه اللي زايد عن اللزوم يعني. لا من اولها لازم يعرف. انا واحده ماليش طقطان على الجد، انا احب اهيص واحب اضحك. ولازم يشوف بعينيه عشان اقول له شرط اخر نور عشان خاطر بنته. عجايب، ومالها بنته؟ ده احنا بقينا اصحاب واخر انسجام. ايوه بس كتر التفاريح تفكرها بامها. بابا اعمل لك قفله وروق كده وما تشيلش هم، انا مش هتجوز كل يوم. ما انا عارف دماغك ناشفه. طبينه وزمره زي ما انت عاوزين اديله. خطبك يا حلوه خطبك، وباجمل دبله وشبكوك. فاني قلت في عقلي بالي والله فكره، ليه لا؟ فكره ايه يا سليمان؟ اقول لك حاكم ايه؟ انت سابق يا عمده. اول ما خدت بالك ايوه فيها ايه؟ ما هو الشعر الابيض ده مديني سن مش بتاعي يعني. وبعدين على راي الريحان الله يرحمه، شيء لزوم الشيء. وكمان عشان تعرفي انني والحمد لله لسه في عز شبابي. امال وايه المناسبه؟ انت مش غرضك ان البنت زهره ترجع تعيش معاك تاني هنا؟ مظبوط. طب ايه قولك بقى انني كمان ما اقدرش استغنى عنها، يبقى ايه الحل؟ ايه؟ انا بقول يعني يا ريت نرجع نتجمع تاني، نتجوز تاني يا نازك. ايه؟ تنفذ الاوامر. وعمل ايه زكريا ولا متولي يا جدعان؟ عمل ايه؟ بس عجلة انت ايه؟ انت زينهم السماحة؟ طبعا فضل معانا. الناس اللي انت بتقول عليهم دول مش تبعنا ومش من عندنا، جايز تكون كارثة مخدرات، واللي بتحصل كتير قوي الايام دي في الافراح. يا سعادة البيه، الاستاذ زكريا عمره ما داق مخدرات ولا يعرف شكلها حاجة. يا معلم مش هو ده اللي احنا عايزينك عشان امبارح احنا لقينا الحاجات دي على شط النيل، ولقينا فيها الصورة دي ليك انت والست مراتك. يا ترى تقدر تتعرف على الحاجات دي وتدلنا عليها؟ سباسم